احنا ليه بنصلي؟ والصلاة بتعمل ايه في حياتنا؟ وهل ربنا محتاج لصلاتي ولا لا؟ انا النهاردة هشارككم بخبرتي اللي بعيشها في الصلاة. انطلاقا من الخبرة دي انا بشعر ان الصلاة هي العلاقة اللي بتربطني بالثالوث الاقدس. العلاقة دي انا بقدر اقولها في كلمتين. الصلاة بالنسبة لي نور وحياة. نور لانها بتنور قلبي وعقلي فكري وكل قراراتي وكل حياتي. نور لأنه في كل مرة بلجأ للرب بالصلاة بلقاه بينور قلبي بكلمته، بيوجهني لاتخاذ أمور أنا ما كنتش يمكن أفكر فيها. بالنسبة لي هي حياة زي النبتة الضعيفة الصغيرة اللي هي بتنزل عليها نقطة المية فبترويها، تخليها بتزدهر وتنمو وتحيا. أنا بالنسبة لي الصلاة هي نقطة المية اللي بتروي قلبي، بتخليني أحيا وأنمو، بتخلي العلاقة دي مستمرة بيني وبين الله. بيجي على بالي صورة في الكتاب المقدس اللي بيتكلم عنها أشعيا النبي، بيقول إنه مش ممكن كلمة الرب بتنزل على الأرض زي المطر وبترجع فارغة. أنا بالنسبة لي كلمة الرب هي نقطة المية اللي بتنزل في قلبي فبتغيرني وبتحولني بتجددني. يمكن الظروف والأحداث اللي حواليا مش بتتغير، بس قلبي اللي هو بيتغير ونظرتي اللي هي بتتنور نحو الأمور بشوفها بطريقة مختلفة. الصلاة بالنسبة لي نور لأنه في كل مرة بلجأ للرب فيها في أوقات الفرح فبتكون عبارة عن شكر وامتنان للرب على كل نعم وعطاياه في حياتي. بالنسبة لي في ظروفي المؤلمة الصعبة وأوقات الحزن أوقات الاضطراب بتكون ليا كقوة كسند، بتعطيني رجاء إن أمشي لقدام وانطلق وأحيا من جديد. فبالنسبة لي نور وحياة. النور والحياة دول اللي هما بيخلوا هالصلة بيني وبين الرب مستمرة رغم كل الظروف ورغم كل الأحداث اللي بتمر في حياتي. على مدى حياتي في مراحل عمر المختلفة اختبرت إنه هالصلة تتغذى دايما من حضور الرب دايما ومن كلمته. يمكن الرب مش محتاج لصلاتي، لكن أنا محتاجة للصلاة عشان دايما أكون في حضور للرب ودايما أحافظ على العلاقة اللي بيني وبينه.